صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الجمع بين قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والتي يستدل بها على وجوب الصلاة مع الجماعة، وقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ نعم، المراد واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع الجماعة، والمراد بقوله مريم واركعي مع الراكعين أي صلي كما يصلي غيرك من عباد الله الصالحين. والمرأة ليس عليها جماعة بدليل السنة، تفسر السنة تفسر القرآن، تبين أن المرأة ليس عليها جماعة. ثم هذا أيضا شرع من قبلنا، شرعنا على أن المرأة ليس عليها جماعة. نعم.